السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. نشارك معكم في مشاركة اليوم هذا الكتاب الرائع جدا، كتاب 1000 سؤال في الفرنسية لاختبار نفسك ولكي تختبروا أنفسكم، أفضل الكتب لاختبار المستوى في اللغة الفرنسية. فيه أسئلة جد رائعة بطرق مختلفة مثل صلبي سهم، قم بوضع دائرة على وغير ذلك، هي مفيدة جدا وأيضا ممتعة في نفس الوقت. لاحظوا معنا، يمكن أن يخبرك بوضع دائرة على الجواب الصحيح، أيضا أعطيني المذكر والمؤنث لهذه الكلمة والكثير الكثير. كما تشاهدون معنا هذه الصور من هذا الكتاب الرائع جدا، ولا تفوتوا تحميله مجانا بصيغة نصية PDF، يمكنكم قراءته على الهاتف أو الكمبيوتر أيضا وتحميله مباشرة من الروابط التي تظهر على الشاشة. هناك عدة روابط سواء للقراءة أونلاين أو أيضا تحميل الكتاب. مثلا حجم الكتاب 137 ميجا فقط من نوع PDF، يحتوي 1000 سؤال اختباري لكي تختبروا أنفسكم بشكل جيد جدا في الفرنسية. أتمنى أصدقائي الكرام أن هذه المشاركة أفادتكم. أيضا رابط التحميل تجدونه أسفل الفيديو أو في أول تعليق، ونراكم دائما على خير. إلى اللقاء.